عودة إلى المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة، حيث ينضم إلينا من قصر التحرير مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية سامح شكري. هناك عدة محاور تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي، برؤيتك كيف ستكون المخرجات وأهم المخرجات لهذا المؤتمر؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل المؤتمر الصحفي هذا والسكرتير العام للأمم المتحدة، تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية إدخال المساعدات بشكل مباشر للقطاع في قطاع غزة، خصوصا بعد هذا القصف العنيف وهذا الاستهداف المباشر للمدنيين. وتحدث أيضا السكرتير العام للأمين العام للأمم المتحدة عن النقطة الأهم، هي أن أكثر من تم استهدافهم في هذه الضربات كانوا من النساء والأطفال. نعم. ربما أهم ما تم التركيز عليه هو إدخال المساعدات لقطاع غزة، هذا رقم واحد. الرقم الثاني وهو النقطة الثانية وهي ربما الأهم هذه الأيام في هذا الموضوع، حضور القمة الدولية الذي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة السلام الدولية. هذه القمة التي تم بالفعل الإعلان عنها ودعوة قادة العالم لحضور هذه القمة من أجل الوصول لحل جذري وسريع وخفض التصعيد، هذا النقطة الأولى فيما يتعلق بالصراع الذي يحدث. النقطة الثانية وهو إيجاد حل للدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967. هذه كانت النقطتان الأهم التي تم التركيز عليهما في نعم المؤتمر. كريم أيضاً يعني كان دعني يعني أمين العام للأمم المتحدة. نعم. نعم كريم أيضا دعني أتحدث عن يعني الإشادة التي أشاد بها يعني وزير الخارجية سامح شكري للأمين العام أنطونيو غوتيريش باهتمامه بهذا الملف أو إزاء ما تتعرض له فلسطين، وإشرافه شخصيا على الإغاثات والتأكد من وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. نعم بالطبع هذا صحيح، كان هناك إشادات من الجانبين، إشادة من وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري الذي أشاد بإشراف أنطونيو غوتيريش على وهو والمكتب العامل أو فريق العمل بالأمم المتحدة على دخول الإغاثات للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة والمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة، وأيضا الأونر وهو ما تحاول أن تفعله داخل قطاع غزة، وأيضا أدانوا استهداف المقرات الأممية مثل الأونروا والأمالاجئ الخاصة بالأونروا داخل قطاع غزة وداخل الأراضي الفلسطينية، كانت هذه من أهم النقاط. وأشاد أيضا أنطونيو غوتيريش بالمجهودات المصرية وأكد على أن دائما ما كانت مصر هي اللاعب الأساسي والرئيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهي دائما الباب الأول والمفتوح للحلول السريعة والنفاذة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين وأيضا على القضية الفلسطينية، طالما المعبر هو خير مثال الآن حيث تستقبل مصر المساعدات من جميع دول العالم في مطار العريش الدولي ليتم نقلها للفلسطينيين، هذه المساعدات من طعام و أيضا من مستلزمات طبية وكوادر طبية أيضا. لذلك الإشادات كانت من الجانبين، وأكدوا على حضور هذه القمة يوم السبت القادم الذي ستعمل بشكل مباشر على تخفيض التصعيد والوصول لحل جذري للقضية الفلسطينية. نعم مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، جزيل الشكر لك.